ايوه خير يا ابو غلاب، في حاجه؟ ابوك ايه عايز ضروري؟ ماله؟ جرى له حاجه؟ هو تعبان شويه. طب استنى هغير هدومي واجي معاك. ايه في ايه يا صفيه؟ ابويا يا صلاح بينه جرى له حاجه. حاج عفيفي، لا حول ولا قوه الا بالله. اما انت كريم يا رب. ربنا يشفيه يا عم غلاب، مسكين. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه رايح فين؟ داخل أشوف أبويا ماله. هو طلب أخوك سالم يدخل. إشمعنى يعني سالم وأنا مش ابنه برضه؟ يلا. إيه ولا إيه يا سناص؟ تعالى هين. يا عم غلاب داخل أشوفه. يا سالم ابويا كان عايزك ليه يا سالم؟ ابوك تعيش انت يا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. عايزين نتفاهم كده في موضوع التركة. تركة إيه يا باشمهندس؟ تركة الحاج عفيفي. أنت مالك ومال تركة الحاج عفيفي؟ إزاي؟ هي من صفية مراتي دي تبقى أختك وتعتبر من الورثة. برضه مالكش دعوة بحاجة زي دي. أنت سئيل يا أخي. سئيل؟ أنا اللي سئيل؟ هو اللي يقول الحق في البلد دي يبقى سئيل؟ مش بدافع عن حقوق مراتي؟ الله يكحمك يا حاج عفيفي. طب مالناش أي عقد. ما تزعلش يا صلاح. سالم ما كانش يقصد يزعلك يا صلاح. سالم ده زودها قوي بصراحه. سالم ده سالم حنين وطيب وابن حلال. انت اللي انا اللي ايه يا اختي؟ ما تقولي انا اللي ايه؟ انت اللي بتفهمه غلط يا صلاح. فهمه غلط بقى يعني ايه؟ يعني ما كانش صح انك تكلمه في حكايه الميراث دي ولسه الصوان منصوب للعزاء. طبعا مين هيدافع عنه غير اخته؟ مش انتوا اخوات؟ انا بقى اصحي. الله انت ايه يا صلاح؟ انت ناسي رجعته في ابوه ورجعت انا كمان. انا عايز اتكلم معاكم النهارده في اللي فاته لنا مرحوم ابونا. قبل ما نتكلم في اللي فاته لنا المرحوم ابونا، في حاجه مهمه عايز اكلمك فيها. كلمني يا صفيه. جوزي صلاح انت زعلان مني، والزعل ده بقاله يجي سنة دلوقتي. لما المرحوم أبويا كان عايش ما كانش هاممني، لكن دلوقتي أنت أخويا الكبير وبقيت في مقام أبويا، يبقى لازم تقعدوا مع بعض وتصفي اللي بينكم. أستاذ صلاح، عشان جوزك يا صفية على راسي من فوق، حكاية زعلي معاه دي مش لازمها قاعدة. شيل الحكاية دي من راسك. يبقى لسه زعلان مني. بصراحة بقى يا سالم أنت مالكش حق في كده. ايوه يا سالم، الموضوع ده فات وانتهى يا اخي. وبعدين ابويا الله يرحمه كان غلطان. الحاج عفيفي عمره ما غلط يا سي نصر. واحد مهندس كان بيشتغل في شركه مرتبه فيها قد كده، جات له شغلانه بارمان مرتبه قد كده غير البقشيش. ايه اللي زعل الحاج بس؟ اللي زعله ان جوز بنته المهندس اشتغل بارمان. ثم مش دي القضيه. القضيه ان قل ادبه على ابوك يا نصر. وابويا سامحه. خلاص بقى سالم. ابوك سامحه عشان خاطر لحمه. ما انا لحمك برضه يا سالم. انت في عينيا الاثنين يا صفيه. عشان كده جوزك على راسي من فوق يا ستي.
بس حكايه الزعل دي مش محتاجه قعده ولا حاجه، خلينا في المهم. يعني هتنسى الحكايه دي يا اخويا؟ انسى يا صفيه، ده انت لحمي ودمي برضه. ابوك الله يرحمه وصاني عليكي. ما وصكش علينا كمان يا سالم. وصاني يا استاذ نصر. انت عارف المرحوم ابوك كان نفسه حد فينا يتخرج من الجامعه، عشان انا كنت كبير اضطر يعتمد عليا عشان اساعده في شغله. كان كل امله فيك انت، ومات الله يرحمه قبل ما امله ده يتحقق. هو بيدي يا سالم يعني؟ هو بيدي؟ هم كل سنه يخوموني ويغيروا الامتحانات، هعمل ايه يعني؟ اغش يا سالم؟ يا سلام، ما بيغيروا الامتحانات كل سنه. وعايز تغش تخش النار يا بلاش الغش. خلاص، هو مش معقول زمايلك دلوقتي اتخرجوا وبقوا دكاتره ووزراء، ده فيهم اللي اتحالوا على المعاش. خلاص يا سالم، احنا جايين نتكلم في المراس، بلاش تقليب المواد دي. نتكلم يا سيدي في المراس، دي اخر فرصه ليك في الثانويه العامه، ولا ناوي تبلطج اكتر من 12 سنه؟ خلاص يا سالم، خلاص. بس في الحاله دي بقى هضطر اخد دروس خصوصيه في كل المواد. خد يا سيدي، محدش قال لك ما تاخدش. ماشي، المهم تذاكر وتنجح وتخش الجامعه وتحقق امل المرحوم ابوك. ماشي، كفايه بقى، هل عندك دم؟ ماشي يا سالم. تسلم ايديك يا ست الكل. تسلم. ما قلتليش يا سالم، اتفقتوا على ايه؟ هنتفق على ايه يعني يا فايزه؟ ابويا الله يرحمه وسابنا قضيه 13000 جنيه هتتقسم علينا حسب الشرع. طب والخيل؟ يفضل زي ما هو، كل واحد هياخد نصيبه من الايراد. من حق. انا نسيت اقول لك، صفيه النهارده قعدت تقرر فيا ساعتين، عايزه تعرف حاج عفيفي قال لك ايه قبل ما يموت. قلت لها ايه؟ ولا اعرف حاجه عشان اقول لها. تلاقي جوزها هو اللي زقاها، تلاقيه فاكر ان الحاج ساب حاجه انا مخبيها عليهم. ايه ده؟ صلاح يظن فيك كده؟ صلاح يظن كده وابو كده كمان. سالم، سالم، اصحى يا سالم، احنا بقينا الفجر خلاص. صباح الخير يا فايزة. صباح الفل. على ما تخرج من الحمام اكون جهزت لك كوبايه اللبن. كملي انت الباقي احسن، مش قادر. صحة وعافية. يلا هلا يا مدك انت. هو حاضر شغل يا ابني. ايه ده؟ ايه ده يا ملان؟ ايه جاب ده هنا؟ كبرت في مخه وفاكر ان هو حصان وعايز يقعد مع الخيل. حصان طلعها بره. ما اقدرش، يكتئب. ايه يا اخويا؟ يكتئب نفسيا. انا يكتئب نفسيا؟ انت خايف عليه ليه؟ قريبك هو، طلعه. يلا اخويا تعال، عندك تطلعات وعايز تبقى حصان؟ ذاكر ذاكر. طب ما انت ذاكرت ما حصلش حاجه. انا صباح الخير يا مشحات، لقيتيه؟ يا اختي ده انا ضغطي السبعه دخلت عبال ما لقيته. طب خش خش. لا لا احسن سي سلمي شوفنا. لا ما تخافيش، ده قدامه يجي كده ساعتين على ما يطلع، ده في الاسطبل، اصل النهارده عندهم تصوير في التلفزيون. عيال اهو كده نقدر نخلص شغلنا. خش خش قبل ما حد يجي. عارفين مكان التصوير؟ عارفين. يلا اتكلوا على الله. هروح انا صح بنتي الدكتوره عفاف
وافطرها عشان تلحق تروح كليتها، وبعدين ابقى احصل العيال على مكان التصوير. ماشي، بس خلي بالك مش هاجي لكم غير اخر النهار. براحتك انت، شوف مصالحك. السلامة. هترشي كام نقطة دم من دم الديك دوت على قطرة باب أوضة النوم، وتخلي سي سالم يخطي عليها ثلاث مرات، بس خلي بالك اوعى حد يخطي على الدم دوت اللي لما سي سالم يخطي عليها ثلاث مرات. ولا انا ولا انتي. بعد كده هتحطي ديك قدامه ياكل اللي ياكله، والباقي تلميه وتلفيه، واوعى حد ياكل منه. بعد سي سالم ما ينزل انا هعدي عليكي اخد الديك واروح للشيخ ياسين، وتكوني كمان وضبتي لي بقيه الحاجات اللي انا طلبتها منك. حاضر حاضر يا مشاهد. حاضر. خلاص يا روح قلبي، خدتي بالك من كل حاجه؟ خلاص انا اوعى تنسي حاجه. لا خلاص، فوتك بعافيه. الله يعافيكي. عال اهو داخل اوضه النوم، اجري بقى رشي الدم بسرعه. خلاص انزلي انت بقى، انزلي انت، انزلي. اوعى تنسي يخطي ثلاث مرات. مش هنسى. خلاص فهمت. اوعى حد ياكل. يا مشاهد خلصيني بقى. فين ام الشحات؟ نزلت. خير؟ كانت جايه تعمل ايه على الصبح؟ ابدا، جايه تشقر عليا فيها الخير. تشقر عليك ليه؟ كانت من بقيه العيله؟ ايه يا سالم؟ انت عايز تعملها حكايه وخلاص. انا مش قلت 100 مره الست دي ما تجيش هنا؟ خلاص، هي دي اخر مره هتيجي فيها هنا، ولا تزعل نفسك. اعمل لك فطار. طيب. عشان جيت لقيت ام شحات هنا. انا فايزه 100 مره قلت لك قبل كده بلاش شغل الدجل والشعوذه ده في البيت. الخلفه دي بتاعت ربنا يا ستي، وانا كنت اشتكيت لك. خلاص يا نور عين، دي اخر مره هتشوفها هنا. قوم غير هدومك بس. يلا. امر لله. جا صحيك واجهز لك الفطار بنفسي. لا انا بقى النهارده اللي جهزت لك الفطار. انا اول محاضره عندي النهارده هتبدا الساعه 8. ربنا يكرمك. الله يخليك يا كل يا كل. الخطوه الثالثه. ايه بتقولي ايه؟ لا ابدا يا سالم، تخيل أول مرة ألاقي ثلاث كبدات في الديك. إيه؟ ثلاث كبدات في الديك؟ آه. ما بلغتيش البوليس ليه؟
الكلمه دي غريبه قوي. الله، اذا كنت على الفطار تؤكليني ديك، امال الغدا هتعملي فيه ايه؟ معزه؟ خير كتير والحمد لله. كل يا سالم كل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي بالكبده. مش هتفطري معايا؟ لا لا لا، انا شبعانه والحمد لله. الديك ده عشانك انت بس. صباح الخير. اهدى كله، اهدى كله. احنا ايه، هنفطر غدا؟ حلوة. بسم الله يا نصر. اه طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا، ايه الديك ده ليك لوحدك يا حبيبي. جرايه فوز، اللقمه الهنيه كف 100. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بقى، الله، انت فطارك في المطبخ جوه. ولا في المطبخ ولا انا هنزل تحت ابقى افطر فول. بس انا نفسي في الكبدايه دي. هو في ايه يا سالم؟ علم علمك يا اخويا. كل يا حبيبي، كل كل. ابدا بالكبده. ها، تعالى اركب معايا. مش عايز تركب ليه؟ هركب الاتوبيس. اتوبيس ايه بس؟ اتوبيس ايه؟ هو في مكان فاضي دلوقتي في الاتوبيسات؟ تعالى بس عشان عايزك في كلمتين. ما عادش بينا كلام. ايه يا عفاف؟ ايه مالك؟ جابلك ايه؟ اتغطت كده ليه؟ كل حاجه في الدنيا قابله للتغيير. حتى حبنا يا عفاف؟ الحب بالذات لو اتقلب لحاجه ثانيه يبقى فظيع، فظيع جدا. الله، ايه الفلسفه دي كلها؟ ايه الفلسفه دي كلها؟ ما تحطش ايدك عليا. أنا عايز أفهم جرالك إيه؟ جرالك إيه؟ ما تتكلمي. اسأل نفسك. اسأل نفسي؟ أنتِ هتقعدي بقى تتفزلكي عليا عشان أنتِ خلاص دخلتي كلية الطب وأنا لسه في الثانوية العامة، هتقعدي تتفزلكي عليا يا عفاف؟ أبداً، بالعكس، أنا كنت خايفة وعقلت. طب اسمعي بس، قولي لي إيه سبب التغيير ده كله؟ الشارع. إيه سبب التغيير ده كله؟ اسأل نفسك. أنت بقيت إنسان ما عندوش استعداد يتحمل أي مسؤولية. أنتِ خبتي يا بنت، أنتِ خبتي. أنت ما عادش ليك أي هدف في الحياة. اسمعي بس، اسمعيني. ليه اللون الجديد ده يا عفاف؟ انا بحبك، انت عارف ان انا بحبك. بس اتكلمي يا عفاف، اتكلمي. لما تبقى تفهم كلامي ابقى كلمني. انت عارف عامله زي ايه انت؟ عامله زي الناس اللي بيستضيفوهم في التلفزيون، بيقعدوا يتكلموا يتكلموا وهم مش فاهمين اي حاجه، ولا الناس اللي قدام منهم بيفهموا اي حاجه. روحي بقى. مع السلامه. انت خبتي. اسمعي، دي لفه الديك ما كانش منه غير الكبده بس، بعد ما خط على الدم ثلاث مرات. عال، المهم ان هو اكل منه. اللفه دي زي ما هي كده هتروح للشيخ ياسين، هيبعت يرميها على ظهر عفريت في الميه، ويا رب يملك الجن يا رب يقبلوها ويجعلك الخلف الصالح يا فايزه يا بنت حواء وادم. يا رب. اللفه دي بقيت طلبات الشيخ. عال، وال 25 جنيه. ياسين، 25 جنيه بتوع الشيخ ياسين. ان شاء الله يجعل تعبك بفايده يا رب. دول عشانك انت بقى. يا ندمتي، وده برضه يصح برضه يا ست فايزه. معلش، عشان مواصله. ان شاء الله يا رب يخليك ويجعل تعبك بفايده يا رب. بركاتك يا شيخ ياسين، يجعل لك التعب يا رب ويجعل لك الخلفه الصالحه يا رب. يا فايزه يا بنت حواء وادم، لا يا رب يريح قلبك يا رب يا رب يا رب.
اكل الكبده. دي ملقوناصه فين؟ ايوه فين؟ الله حلو. يا جن اخضر يا رايحين بالسلامة يا جايين بالسلامة على رأي شادية وفاتن حمامة اللي قالوا احلى كلام بالحلاوة. الو الو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. الو 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 احنا هنا. أم الشحات تدخل. دستور يا سيدنا الشيخ. حط برجلك اليمين. حطيت يا أخويا دستور برجلي اليمين. اقعدي يا أم الشحات. اقعدي. تسلم يا سيدنا الشيخ. تسلمي. أنا جبت لك طلباتك. مش طلباتي. مش طلباتي. مش طلباتك يا أخويا مش طلباتك. العشرين جنيه هم يا اخويا اللي طلبتهم. طلباتهم هم. طلباتهم هم يا اخويا. طلباتهم هم. طلباتهم هم يا اخويا دستور. ما نسيتيش حاجة يا أم الشحات. لا يا اخويا عين الجمل اهو يا اخويا اللي طلبتها. سيبي كل حاجة زي ما هي. اديك اهو يا اخويا. سيبي كل حاجة زي ما هي. حاضر يا اخويا حاضر. مش عايزك. ليه يا اخويا بس؟ مش عايزك. ليه دستور بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزك. عليهم. مش عايزك. ليه يا اخويا. مش عايزك. لا الرحمن الرحيم. اطلعي بره. حاضر دستور اطلعي بره. اطلعي يا اخويا طالع. اطلعي بره طلعي. خلاص ام الشحات طلعت. طلعت يا ما احلى نوري شمس الشموس. سيكا سيكا. تعال اسطر. بروفيسور. تعال يا اسطر. اسمع هات لي المسطر ده وشوف شوية الناس اللي قاعدين بره هتلاقي معاهم مخلل طرشي برنجان كرومب حتى هات. حاضر يا اسطر. يلا بروفيسور. فعلا. فرخة شهية. لا 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 مية المية. لا 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 طعمة أوي 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 أحلى من الطعمية. لا 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 ليلى. أين كنت إذا؟ كنت في الديسكو يا حياتي لما خلت منها النار. يعني إيه؟ يعني عايزه ولا اتفضل يا روحي ولا رمتم. استوب 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 استوب. ايه يا ابني اللي انت بتنيله ده؟ ايه يا ابني اللي انت بتنيله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شنب قطه؟ مين الحمار اللي قال له يركب الشنب ده؟ حضرتك. ما معلش هو روكي اتاخر ليه دلوقتي؟ هي الساعه كام؟ الساعه دلوقتي 5 بالظبط. مين الحمار اللي قال له يلبس ساعه في المشهد ده؟ انا يا استاذ. معلش. طب انتوا اشتغلوا. انتوا مثلوا. انتوا عايزك موضوع بس كده عشان عايزك موضوع قدام كده. لا سلف. لا سلف. لا انا مش ناقص سلف يا استاذ. ده موضوع تاني خالص. موضوع عن الفيلم اللي احنا بنعمله ده يا استاذ. الوقت القس وليلى دي في الجزيره العربيه. احنا هنا في الاهرامات والاهرامات باينه. او النبي صحيح ده احنا في الاهرامات. طب ما تبان الاهرامات. هي الاهرامات دي بتاعت ابوك يعني؟ ما الاهرامات موجوده في اي حته في العالم. هي شغلانه يا اخويا. وبعدين مش هيجي غيرك انت اللي هيعلمني. انا الدكتور حسام ابو اليوسف دكتوراه من امريكا ومن كاراكاس. يا اسمها ايه؟ دي كاراكاس دي عاصمه فنزويلا. مين يا اخويا؟ فنزويلا. فنزويلا. والنبي انده البتاع ده يا ريس. يا ريس انت يا عم. يا
يا اللي راكب الحصان، يا اللي راكب الحصان يا استاذ. تعالى يا اللي راكب الحصان. تعالى هنا. تعالى 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 هنا. تعالى يا استاذ. تعالى تعالى هنا. ازيك؟ انا الدكتور حسام ابو اليسر، دكتوراه من امريكا وابو رقاص. ايوه استاذ، عايز حاجه؟ ابدا، الحصان بتاعك عجبني قوي. اشمعنى استاذ؟ ابدا، عشان عايزه يمثل مع الحمار بتاعنا. نعم. الممثل الهفتان ده عايز اغيره واديله الدور بداله. والحصان ذنبه ايه بس يا استاذ؟ ايه ده ذنبه ايه ده ايه؟ انا الدكتور حسام ابو اليسر، تقول لي ذنبه ايه؟ طب خلاص يا استاذ، والحصان هيعمل ايه بس بالظبط؟ مش ابدا فاهم. ابدا مش هيعمل حاجه، هينط من سور عالي قوي 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 وينزل في الترعه. يا استاذ ده جايز يتعور وجايز يموت كمان. الله ما يموت، هو بتاع ابوك. سمعت ايه؟ انت ايه اللي عامله ده؟ مين ده؟ ابراهيم باشا؟ لا، ابراهيم باشا في الاوبرا يا بيه. اه في الاوبرا يا استاذ. استنى مش فاهم بالظبط ايه اللي انت حضرتك عايزه. يعني هو كده انا عايز الحصان بتاعك. هو عايز. مش ده الحصان اللي يعمل كده يا استاذ؟ ايه ده ايه ده؟ مين ده مين ده مين ده؟ سالم اخويا. سالم، انا الدكتور حسام ابو اليسر، دكتوراه من امريكا ومن كاراكاكس. في ايه؟ في السينما وفي الفنون. اه، انتوا بقى اللي مبوظين السينما كتكونيلة. يلا. ايه ده ايه ده؟ مين ده؟ يا رامبو. رامبو رامبو، عايزك تفكرني يا رامبو. اكتب عندك. ايوه استاذ. اتصل لي بدكتور المكياج. دكتور المكياج. ودكتور الكوافير. دكتور الكوافير. ودكتور السيناريو. ودكتور السيناريو. كتبت عندك؟ ايوه يا استاذ. والدكتور البيطري ده اللي بيعالج سيادتك. ايوه. اللي بقول لك ايه، قول لهم الدكتور حسام ابو اليسر، الدكتور حسام ابو اليسر عايزكم تقولوا في البتاع ده. يلا خلاص بقى يا سالم، قلت لك 100,000 مرة انا غلطان يا سيدي، انا غلطان غلطة كبيرة قوي دي يا نصر. خلاص بقى يا اخويا، ما تزعلش نفسك، مش هتتكرر تاني. اسكت انت يا فايزة. انت عارف يا نصر، ابوك قبل ما يموت الله يرحمه وصاني 4 وصايا، وصاني عليك وعلى صفية وعلى فايزة. عارف الوصيه الرابعه كانت على مين؟ ايوه عارف، على مارد. وعارف ان ابويا الله يرحمه كان راجل غلبان ومسكين وعلى قد حاله، لغايه ما ربنا رزق بام مارد، وام مارد جابت لنا مارد، وكان هو السبب في السعد اللي احنا فيه ده كله. عشان كده مارد هيفضل عزيز علينا طول ما انا عايش على وش الدنيا. هيفضل عزيز علينا كلنا، وخصوصا نصر. مش كده يا نصر؟ خلاص، اللي فات مات بقى. بالظبط يا فوز، اللي فات مات بقى. خلاص يا سالم، اللي حصل ده ما اتكررش تاني. ماشي خلاص، او ما اجيب لكم العشاء. قبل العشاء بقى يا سالم، ايدك على 50 جنيه، يعني لزوم حصة الرياضة. واقوم بتقل عليك يعني اخويا ولا حاجة؟ يا حبيبي كله من خير ابوك، بلاش كتر كلام. شوفوا انا عامله لكم ايه؟ ايه ده كله؟ حمام بالفريك. كل ده عشانك انت يا نصر. ايه ده؟ عشان انا؟ اه معلش. ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ كل ده عشاني؟ عشان تنسى اللي انا عملته فيك. الصبح يعني؟ حكاية الديك؟ لا انا نسيتها من زمان. بس انا الشيء اللي مجنني يا فايزة، في حد في الدنيا يفطر ديك؟ ما خلاص بقى، ما تاكل وانت ساكت. ماشي يا فوز، هاكل وانا ساكت. لما اقول لي شرفك يا واد انه كان ديك. ها؟ واحدة في ناس بتسمعني. اخسى عليك، كنت. لا لا مش قصدي حبيبتي، هتفضلي في نظري اجمل واحدة في الدنيا طول العمر، بس عشان خاطر يا فايزة بلاش الحاجات اللي بتنغص علينا عيشتنا دي. يعني ايه؟ انت فهماني كويس، بلاش لو موالهم الشحات والمشايخ والاحجبة
بلاش منها دي يا فايزه، اسمعي الكلام. اعمل ايه بس يا سالم؟ انا نفسي افرحك بولد يملى علينا البيت. غلطت بقى دكاتره ومفيش فايده، قالوا لي جربي المشايخ يمكن حد عامل لك عمل. دي بقى التخاريف اللي انا مش عايزك تصدقيها. عمل ايه بس وكلام فارغ ايه؟ الخلفه دي يا حبيبتي حاجه بتاعت ربنا، ودي ارادته، ودي احنا صابرين اكتر من كده. انا ما بقتش قادره بقى. طب ما تروح انت تكشف عند الدكتور. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ اروح عند الدكتور اقول له ايه؟ انا ما فيش حاجه، مش عايز اتكلم في الحاجات دي ثاني، انت فاهمه؟ طب انا اعمل ايه بقى؟ ما انا كمان زهقت خلاص، مش قادره. بعدين في النكد ده بقى، اسمع على خير. يا رب.
بونسوار. بونسوار. انا قلت انك مش جاي. معقول ولا اقدر استغنى؟ ازازه كبيره بقى سخنه عشان نسخن المساء الاوام اوام. ها طب ما انا ادي لك حاجه احسن تسخن بيها. ونصيب انا فين؟ ما تجيب واحد. ايه دي؟ حبايه صليبه. صليبه خد حسابها بقى بالمصر الفل. ربنا يجعل ليالي كلها فل يا صل صل صل. او كله بثواب ومع ذلك هروح النار. اتفضلي الشاي. بصراحه بقى كده مفيش قدامنا حل واحد. اي حل تاني يا مشاحات عشان خاطري غير ان انا اروح لشيخ ياسين. مفيش غير كده يا حبيبتي. لو عايزه ربنا يعوض عليكي بالخلق الصالح لازم نروح للشيخ ياسين. طب لو حصل وسالم عرف وايه اللي هيعرفه؟ هو بالظبط كده مسافة ساعة الزمن. هروح للشيخ ياسين يرقيكي ويشم عرقك وتلينا جايين. يشم عرقي يعني ايه؟ ما تخافيش يا فايزة. يشم عرقك يعني العرق اللي في القطر. وبعدين انا هكون معاك والشيخ ياسين ده راجل مبروك تعتبريه زي زيك. مش عارفة اقولك ايه يا مشاحات. هي كلمة واحدة عايزة تخليكي ولا لا؟ نفسي نفسي. خلاص ما توجعيش قلبي. بكرة هعد عليك الساعة 5 واخدك واروح للشيخ ياسين. لا 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 انت ما تجيش هنا خالص. احنا نتقابل في اي حته بعيده عن هنا. خلاص ماشي. اشربي الشاي بقى. امسك دي. انا هخليهولك اشهر نجم في العالم. اقوى من رامبو واشهر من سنجاب. يا استاذ انا مش ممكن اشغل مارد زي بقيه الخيل. مش ممكن اوافق على انه يتهان. ايه تاني؟ ده هيشتغل مع الدكتور حسام ابو اليسر الدكتوراه من امريكا من موزمبيق وادي القن. هو هيشتغل ايه بالظبط؟ ابدا. اسال رم. هو بالظبط هي يرقص ديسكو على الطبل البلدي. يا سلام. ايوه راسه بس يعني. والله لو يعرف يغني انا مستعد اعمل له اوبريت زي اوبر عايده. هم عملوها في الاقصر وفي الجيزه. انا هعملها له في شبرا البلد. في شبرا البلد. بسم الله عليك يا استاذ. يا غلاب غلاب انت انا غلاب. تعال هنا يا ولا. انا ولا الله يسامحك ده لغايه دلوقتي اخوك الكبير ما بيقوليش الا يا عم غلاب. هو انا كل ما اكلمك تنهق لي؟ خد هات لي علبه سجاير. عايزها عربي ولا اجنبي؟ لا هاتها اجنبي وانا هترجمها. يلا يا بابا ما تنحش. يلا يا بابا. بابا شوف ما تخافش انت كمان. غلاب بيقلدك كل ما اكلمه يقول لي اوعى. أيوة. بابا يا بابا بابا. اهلا يا عفاف. ايوه ازيك؟ خلصت اللمه. لا بابا فين؟ ده انا بعته مشوار صغير هنا وزمانه جاي. فين يعني؟ بعته اشتري لي حاجه. اشتري لك ايه؟ بقول لك ايه يا عفاف؟ طب خلاص بقى انا هروح البيت وهو يبقى حصان. لا ما انا عايز اتكلم معاك شويه. ايه في انت بنت بتخافي مني يا عفاف؟ لا ده انا نصر. نصر حبيبتي بقى. ايه في ايه يا نصر؟ ولا حاجة. ايه ايه يا نصر؟ ايه جرالك ايه؟ انا بحبك يا عفاف. ايه يا نصر استني يا نصر. بحبك. ايه في ايه؟ بحبك وهتجوزك يا عفاف. يا نصر استني. يا نصر يا نصر انا بحبك يا عفاف. ايه يا نصر استني. بحبك. ايه في ايه؟ بحبك وهتجوزك يا عفاف. يا نصر استني. سلام. انت حقك علي. دي جاية تسأل على خلاص بقيت زي الكلب بتنهش اي عهد. استغفر الله العظيم كل سنة. لا 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 انا مش معقول هروح له تاني يا مشحات. انا لغايه دلوقتي رحت له مرتين
وبصراحه بقى مش كل مره تسلم الجره. اهي المره دي بقى هي اللي فيها الشفاء والتلتة تلتة زي ما بيقولوا. وبصراحه بقى المره التانيه انا حسيت ان الشيخ ياسين ده مش مظبوط زي ما بتقولي. يا ندمتي، ايه اللي بتقوليه ده؟ حوشي حواش حوشك على الكلام ده، خفيف عليك. ايه اللي بتقوليه ده؟ اهو دلوقتي بقى زي ما سمعنا. بصراحه يا ام شحات، انا مش خايفه من شيخ ياسين ولا من 100 راجل. انا كل خوفي انه سالم يعرف اللي خلاه ما ادريش بالمرتين اللي قبل كده. المره الجايه تعدي على خير. ها قلتي ايه؟ نروح له وربنا يستر. ايوه كنت عايزك في كلمتين يا دكتور. اتفضل يا استاذ. انا جاي اقول لك ان اللي حصل من نصر ده انا مش هفوتهوله، لازم احاسبه عليه عشان خاطر انا امسح اللي حصل ده فيا انا. وامسحها فيك ليه؟ وانت ذنبك ايه؟ الله، ومش انا اخوك الكبير برضه ووالدك في مقام والده الله يرحمه؟ عارفه يا ريس سالم، ونصر اخويا برضه، وكأن ما حصلش حاجه. كتر خيرك. كمان بلاش تجيبي سيره للريس سالم، انا مش عايزه يزعل من نصر. من غير ما تطلب يا ريس سالم، انا ما كنتش هقول له حاجه. ربنا يكملك بعقلك يا دكتوره، كتر خيرك. ثانية واحدة يا مستر. كتر خيرك. السلام عليكم. مع السلامة. يا ربي بس يا ام شحات سالم ما يرجعش بدري من التلفزيون. ما تخافيش يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا هيستر. ما تخافيش، ربنا يستر بس تبقى واقعه. لا طمني قلبك بس وجمدي قلبك، مالكيش دعوه. انا خايفه مش عارفه ليه. قولي يا رب. يا رب. اتفضلوا معانا. ايه يا اخويا، في ايه؟ اتفضلوا معانا. حقيني يا ام شحات، هنعمل ايه؟ مش حاسه في ايه يا اخويا، كفانا الشر. اتفضلوا. يا لهوي في ايه؟ انا فين يا ساتر بيه؟ على الاسم يا روح امك. سامحوه، اوعوا تاذوه، ما يعرفش حاجه. روحنا في داهيه. لا 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 لا. ثانيه واحده بيه، لبسنا قضيه. لا 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 لا. ليه تتقبض على ياسين؟ لا 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 لا. Thank you.
سالم. يا مغلان الاسم بعت عسكري بيقول اللي فايزه في الاسم وطالبيني. فايزه مين؟ فايزه يا ريس سالم. نصر راح ليه؟ وانا جيت عشان ابلغك. انت بتقول ايه؟ فايزه في الاسم؟ مساء الخير. منصور يا ابو نصر. منصور. ايه يا عم، هو التاخير بعد فيك ولا ايه؟ قبل اي كلام التسخين. اخدت على الحكايه دي قوي. خش علي. خش عليا. صباح الفل. صباح الجمال. اجيب لكم بيره؟ بيره ايه؟ ازازه ويسكي. ويسكي ويسكي ازازه؟ هتفتح ازازه؟ عينيا ليك يا عمنا. الله الله الله. ازازه الله. ويسكي مره واحده؟ ده انت ليلتك هتبقى زحل. يلا يلا. بقول لك يا ابو صلاح. ايوه. انت عارف صاله الديسكو بتاعت الحاج فضل؟ ايوه عارفها. مالك؟ بيبيعها. ايه رايك؟ في ايه؟ تشتري. ده طالب فيها مبلغ بسيط قوي، 200,000 جنيه. 200,000 جنيه مبلغ بسيط؟ اه. امال ال 20,000 جنيه اللي معايا وايه؟ ياخدهم ويديهم. يا عم انا بتكلم جد. انت مش طول عمرك نفسك يبقى عندك صاله كده وكبيره وبتاعتك؟ اه والله نفسي وانا بهزر، بس الامنيه حاجه والواقع حاجه ثانيه. مش الحاج عفيفي لما مات ساب ورث لمراتك والناس اكتر من 200,000 جنيه؟ اشتروهم سوا انتوا الاثنين وخدوا شركه وخلاص. الويسكي يا ابو صلاح الويسكي. الهي وانت ماشي يا صلاح كده تلاقي شنطه في الشارع فيها 200,000 جنيه. البرشامه اشتغلت. ولسه اما هيشرب الويسكي يقول لك الهي يا صلاح تلاقي شنطه فيها 200 وفيها 200,000 جنيه. We'll be right back.
ايوه فايزه. انت لسه زعلان مني؟ انا اللي هروح للدكتور. ربنا يخليك لي يا سالم. جميل جدا جدا جدا. جميل قوي. تعرف هذا نصر ابوك كان عايز يطلعني ايه؟ يطلعك ايه؟ دكتور. دكتور؟ اه والله. انت كده دول ورايا. انت عايز تطلع دكتور، وعفاف برضو عايز تطلع دكتور، وسالم عايز يطلع مارد دكتور، كل الناس دكتور. بس تعرف بقى انا كان نفسي اطلع ايه؟ تطلع ايه؟ ايه؟ مطرب. مطرب مطرب من اللي من اللي بيطربوا دول في الفرح والحاجات. فرح ايه؟ انا بتاع اذاعه وكاسف على طول. انت انا بتعرف تغني؟ ده انا كويس جدا على النعمة. انت مياس. الله 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 والله مياس. بقول لك انا جامد خالص في الطرب. طب سمعني في الطرب. سمعك ايه؟ عارف انا عايز اسمع ايه بقى؟ هي طالبه معايا دلوقتي حاجه عاطفيه بقى من اللي الواحد يعيط فيها دي، يبقى قاعد بيقسد في روحه وبيعيط. سمعك عاطفيه جامده جدا بقى. خالص بقى. واسمعك كمان لعبد الوهاب شخصيا. شخص دكتور شخصيا. هو برضه كان عايز يبقى دكتور. الله. وبقى دكتور. طب سمعك. ابوه زن عليه برضه. سمعك. سمعك. بيقول لك ايه؟ يلا بينا يلا يا حبيبي يلا. عاطفية قوي. ولا حسين انا عايزك تغني لي دلوقتي. ايه ده؟ اهو واحد بيغني في الشارع برضه. اسمع يالا. عايزك بقى تغني لي غنوه من اللي هي ايه بقى، من الفولكلور. فولكلور اللي بيقولوا عليه في الاذاعه. لا اغني لك فولكلور. قول. في فول بالزيت كمان. فول بالزيت وفول في الفولكلور. في حار وفي زيت عاده وكل حاجه. قول من الفولكلور. تاخد سندوتش. قول من الفولكلور. اقول لك فولكلور يا شغلانه. يلا بينا يلا. كل الاناشيد والاغاني اللي في الدنيا بقت يلا استاذ. ارفع يدك عني وغني. يلا استاذ يلا. هات العسكري يلا. طب قدامي على الاسم. روح معايا. يلا هات العسكري ده. روح كمان. حد يشني. حد يشني. يلا يا اخويا. اسمع يا استاذ. يلا يا سيدي يلا. حاسب طيب انا جايب اهو. حد يشني. يا جدع انت شيء كويس. دول سكرانين وفي الطريق العام يا عم غلاب، يعني ممكن يخش السجن. اهدى بالله بس يا ريس سالم، اهدى بالله. ان شاء الله مش هتوصل لدرجات. مش عاجبه كمان ان انا اكلمه حته العيل الصغير ده. نصر ما بقاش عيل يا ريس سالم، وبعدين بصراحه انت كنت قاسي عليه حبتين. بس عليه يعني ايه؟ انا من حق اضربه واكسره دماغه كمان. لا لا يا ريس سالم، انا مش موافقك على الكلام. اسمع يا عم غلاب، انا عايز اعرف بالظبط الواد ده بيعمل ايه من ورايا. اه هو ده الكلام الصح، وبعد كده نتصرف بعقل. قال ايه بس؟ وانا عاد فيا عاد. امبارح فايزه والنهارده نصر، مين عارف بكره هيحصل ايه؟ ان شاء الله خير، مفيش بيت بيخلى من المشاكل. المهم يكون عندنا ايمان بالله. لا اله الا الله. اشرب الشاي. Monsieur, je fais la réservation pour trois jours. Oui, oui. Ça peut être juste la tarbayo. On a transit. Bon ben, ça sera super bien. Ok. مظهر. أما النهاردة أنا شفت في التلفزيون حتة دين حصان عربي أصيل إنما يجنن. تصدق بيرقص. عايزك تشتريه لي يا مظهر. مالوش في البرنامج ده بيتباع فين؟ وانا اشتريه لك في خلال ربع ساعه. لا انا اتفرجت عليه في برامج المنوعات. يبقى خلاص انزل التلفزيون اسال على برامج المنوعات، ومن المخرج اعرف بيتباع فين الحصان ده حالا.
كويس بقول لك عرفت انك ما بتاخدش دروس. مين اللي قالك الكلام ده بس يا سالم؟ مش مهم مين اللي قال لي. المهم ان الفلوس اللي بتاخدها عشان المدرسين بتصرفها على الخمره والبرشام والنسوان. خمره ايه يا سالم والنسوان؟ سالم انا ما باخدش فلوس منك يا اخي. عارف يا سيدي انها فلوس اللي سابها لك المرحوم والدك، عارف. بس انت امانه في رهبتي، لا يمكن اسيبك تضيع. يا سالم انا مش صغير، انا سني 29 سنه، انا مش عيل يا اخي. لا يا اخي عيل. عيل و60 عيل كمان. ما دام تاكلش من عرقك وكدك تبقى لسه عيل، حتى لو بقى عندك 100 سنه. المهم دلوقتي نظامنا هيبقى ايه بقى؟ 2 جنيه في اليوم. 2 جنيه بس يا سالم، دول هيعملوا لي ايه ولا اشتري بيهم ايه يا سالم؟ هو اللي بقوله لك كده هيمشي. مدرسين انا اللي هحاسبه. مش هتمسك مليم احمر في ايدك. اي حاجه تعوزها انا متكفل بيها. في اي اوامر تانيه طيب؟ اذا اتاخرت بره البيت عن الساعه 9 تبات بره احسن. 9؟ يعني ايه الكلام ده بقى يا سالم؟ هو اللي بقوله لك كده تسمعه. اتأخرت عن الساعة 9 بره البيت تبقى تشوف لك صرف. أظن كلامي مفهوم. أنا بس مش عارف أنت مش عايز تبيع الحصان ده ليه؟ مارد مش للبيع يا حضرت. أنا سألت على ثمنها لقيت ثمنها 20,000 جنيه. أنا حدي لك 150,000 جنيه، قلت إيه؟ قلت افتح الله. طيب أنا عندي حل تاني، أنا ممكن أكلم المليونير اللي أنا بشتغل عنده إنه يدفع لك فيها 200,000 جنيه، إيه رأيك؟ اشرب قهوتك يا أستاذ. خلي بالك الراجل مسافر بكره الصبح ودي اخر فرصه بالنسبه لك. فكر فكر في الموضوع شويه. ما تتعبش دماغي، مفيش فايده. مفيش فايده. أهلا. أهلا 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 أهلا, 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 أهلا. كويس انك جيت. خير. انا عرضت على الرئيس 200,000 جنيه في مارد ومش عايز يبيع. ليه يا سالم؟ ده مبلغ محترم قوي. قلت مش هبيع يعني مش هبيع، حتى لو دفع لي فيه 2 مليون جنيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه انا ما اشتريهاش يا فندم؟ ده اللي حصل. الراجل دماغه ناشفه خالص ومصمم، قال لي مش هبيعها يعني مش هبيعها. وانا هشتريها يعني هشتريها. صلاح الفرصه دي انا هشتريها باي ثمن وباي سعر، مش هسافر من مصر الا والفرصه دي معايا. خلاص يا فندم هجيبها يعني هجيبها باي سعر وباي طريقه. ولا يهمك يا ابو ناصر، رقبتي سداده. تعيش يا ابو صلاح تعيش. ايوه بس ازاي اسكتوا؟ ده حقه الورث على ابوه. ما اقدرش اعمل له حاجه دلوقتي، بس بعد كده لازم احاسبه حساب جامد قوي بقى. كلام سليم. واذا كان على البياد تعالى بات عندي، اهو بيت اختك برضو. عيشت يا ابو صلاح، واي حاجه تحتاجها انا تحت امرك. طب نسخن بقى يا ابو صلاح. عينيا. خد يا سيدي. وانت كمان. المثل بيقول اذا كنت اخوات اتحاسبوا بنضتك الكريم. ماشي يا ابو صلاح. ها عملت ايه يا صلاح؟ الحقيقه يا فندم انا بعت صالح ما عرفش يتصرف. صلاح انا لا اعرف لا صالح ولا خلافه، انا عايزك انت اللي تروح له. انا اللي اروح له؟ ايوه. المصيبة ان انا ما اقدرش اروح. بتقول ايه؟ لا هحاول يا فندم. ايوه. تلاقي سالم دلوقتي هيتجنن عشان بقالي ليلتين ما روحتش البيت. ايوه يا نصر بس خف شويه يعني. خليك حلو يعني ما تفحش. حلو انت مالك انت؟ هو يبقى سالم في البيت وانا عامل لي ولي امر انت كمان؟ خلاص 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 خلاص. اشرب انت كمان. قوم معايا. مش قايم يا سالم. مالكش دعوه بيا، انا مش عيل صغير يا اخي. قوم معايا بلاش وشاره قدام الناس. مش قايم. واعمل اللي انت عايز تعمله بقى. ها يا جماعه ما يصحش كده، احنا في مكان عام يعني، اهدوا شويه. ما تدخلش انت مالكش دعوه. قوم معايا احسن لك. مش قايم يا سالم، عايز تعمل ايه؟ قوم غصب عني بقى. خد مش كده قلت لك مش قايم. اشرب اشرب. ليلتك زي وشك منيله ب60 نيله. Ugh!
يا استاذ قلت لك مش عايز كلام كتير. مارد مش للبيع. انت اكيد راجل مجنون. الله الله. جاي تشتمني في مكان عملي ولا ايه؟ ما حاجه تجنن. في حد في الدنيا يرفض ربع مليون جنيه؟ بقول لك ايه؟ اشرب قهوتك ومش عايز اشوفك هنا تاني. امسك دي اخر قهوه تشربها هنا. يا ريس سالم افكر في الموضوع. خليك راجل عاقل. انا ما نمتش طول الليل واللي فيها مكفيني. اتفضل اخويا قهوتك شربها في حته تانيه. بالسلامه. كده؟ طيب. سالم. ايوه. نصر لم هدومه وراح عند اختك صفيه. امسك. يا رب هات العوائل سليمه يا رب. اخرس يا حصان منك ليه؟ زي ما بقول لك كده يا صبيه. يقعد طول الليل يسكر في البار لحد وش الفجر. وجوزك ما قالكيش ان الواد حاول يمد ايده عليا؟ هي حصلت؟ اخطى عليك يا نصر. لا انا هلم له هدومه واطرده من هنا. هو ده اللي انا عايزه يا صبيه. الله حبيبي انا هوصلك بقى بالعربيه وبعدين اشوف لاي حته بات فيها اوتيل او اي حاجه. تبات فين يا راجل؟ انت هتبات عند الليله دي ومن بكره الصبح نشوف لك شقه مفروشه. بس حساب كده حته الاول ابو صلاح. ولا يهمك، ده انت ليك عندي شغلانه هتاخد منها اكتر من اللي بتاخده من اخوك. واحنا فينا حل الشغل برضه؟ شغلانه بسيطه، مشوار صغير كده بعربيتك تجيب بضاعه من هناك وتاخد 200 جنيه في الاسبوع، يعني 800 جنيه في الشهر. اوعى تكون برشام ابو صلاح. برشام ايه؟ ما تودينيش في داهيه، دي فيها تأبيده. البرشام اللي بديهولك ده بيجيبه لي واحد صاحبي. انت هتاخد العربيه وتروح بورسعيد تجيب بضاعه من هناك وتيجي. والبضاعه دي ملابس مستورده؟ مستورده ايه؟ ده ويسكي. ويسكي مستورد. هو في ويسكي محلي؟ انت هتحط 6 كرتونات في الشنطه وست كرتونات في الكرسي الوراني. طب خلاص سيبنا افكر وبعدين ارد عليك براحتي. ودي عايزه تفكير. قول لي يا سحس، هو فاضل بقى الديسكو بتاعه؟ لسه، ده تمنه نزل 180,000. ياه. يا اخي مش لاقي حد ياخده. بقول لك ايه، دي فرصه العمر، بس ما تبيعه للحصان اللي اسمه مارد ده. قول لي يا نصر، مش انت نصيبك في الورث 80,000 جنيه؟ ايوه، عشان مارد ده نصيبنا كلنا، بتاعي وبتاع صفيه وبتاع سالم، مش بتاع سالم لوحده. طب مش معقول سالم بقى يضيع 200,000 جنيه عشان حصان لا راح ولا جه ويحرمك من 80,000 جنيه ميراث؟ ويحرم مراتك من 40,000 جنيه؟ وانا ومراتي واحد طبعا، عشان كده يا نصر لازم نتكاتف ونحط ايدينا في ايدين بعض. تمام تمام، اللي بتقوله ده تمام. احنا ناخد صفيه الصبح ونروح على سالم ونقول له هنبيع مارد، يعني هنبيع مارد بقى. لا سالم ما دام قال انه مش هيبيع يبقى مش هيبيع. بس الحصان ده مش بتاعه لوحده بقى. ما انا عارف يا سيدي، بس مش معقول نمسك شوم ومطاول بعض وبعدين انت ما تضمنش صفيه تقف في وش اخوها الكبير. طب والحل ايه؟ مفيش غير حل واحد بس من اتنين، المحكمه. وايدي مضمونه، بس هتطول شويه وعبال ما تصدر حكم في صالحنا يكون الزبون طار من ايدينا. والحل التاني مش مضمون. لا الحل التاني برضه مضمون وهتشوف. لا معلش بقى، فوز في طمين النهارده من حكايه اللبن دي.
اصل نفسي هفاني على الفول، هنزل افطر فول تحت. خلاص زي ما تحب. ما قلتليش يا سالم، الدكتور قالك ايه؟ لا يا دكتور الحمد لله طمني، كل خير ان شاء الله. ربنا يخليك ليا. اظن ده بقى امن مكان نحط فيه الحصار. ايوه هتسيبني هنا كام ليله؟ لسه ما نعرفش. ثم انت ايه اللي يهمك ما دام العداد بيعد؟ ايوه بس كل ما طالت المده البوليس يجي يدور عليه وياخده من هنا. ما تخافش، دي حكايه ما تخصش البوليس. بس اسمعوا بقى، انا مش عاوز حد يجي لي الباب خالص لحد ما ننقل الحصان من هنا، وبعد ما نخلص اجراءات الشحن كل واحد هياخد حقه ويعيش ملك زمان. طب واجراءات الشحن دي هتخلص امتى؟ يا جايز تطول شويه. طب وايه حكايه ان احنا ما نجيلكش البار دي؟ الاسكر فين؟ اسكره في اي حته يا سيدي بعيد عني عقبال ما العمليه تنتهي. ليه؟ انت خايف سالم يبلغ البوليس ولا ايه؟ سالم مش هيبلغ البوليس ولا حاجه. انت مش عايز تبلغ البوليس ليه؟ بلغ البوليس في اخويا فايزه. اقول ان اخويا حرامي. نصر؟ ايه اللي يخليك تقول كده؟ مش جايز تكون ظالمه؟ انا ما ظلمتوش يا فايزه. للأسف هو اللي ظلمني وظلم نفسه. ايه اللي يخليك تشك فيه؟ اولا بلغني ان الراجل عايز يشتري مارد، بيلف على مصر بقاله كام يوم وعايز يشوفه باي طريقه. ثانيا محدش يقدر يطلع مارد من الاسطبل غير انا ونصر، واديني قدامك اهو ما سرقتش مارد ولا حاجه، يبقى مين اللي سرقه؟ خس عليك يا نصر، بقى دي عامله تعملها؟ طب ودلوقتي هتعمل ايه؟ لازم ارجع مارد تاني، لازم. صباح الخير. صباح الخير. من فضلك في واحد اسمه صالح، هو تخين كده تبع مليونير موجود عندكم. صالح المليان قوي ده؟ ايوه شكله ايوه رياضي كده. ايوه لا اسف، ده ساب الاوتيل الصبح كده. طب متشكر. نعم اوكي شكرا. استغفر الله العظيم. يعني مش عايز تقولي نصر فين يا صلاح؟ ومش عرفني بقى. انت الوحيد اللي عارف طريقه، وانا اعرف ازاي خليك توصلني ليه. هو بيقول لك كده ليه؟ انا عارف، ما قدرش على الحمار بيتشطر على البرداعة. حمار؟ وهو مين الحمار؟ ما تعرفهوش؟ لا ولا انا. مساء الخير يا صلاح. مساء الخير يا سالم. هو نصر ما جاش؟ ما جاش هنا بقاله كام يوم. اه عندكم ايه تشرب غير ميه النار دي؟ عندنا سولر وقهوه وشاي وحاجه ساقعه. بات حاجه ساقعه بس تكون متلجه زيك. حلو منك. Thank you.
صباح الفل يا ابو نصر يا جميل. اهلا يا حسين. تاخد بيره؟ اه هات ازازه بيره لو سمحت. النبي ولا سخنه ولا ساقعه، هضرب دهب كده. ايه ده؟ تعمل حاجة غلط يا سالم، ما تنساش انه ده اخوك برضو. مش ناسي ان اخويا فايز، مش ناسي. من المعروف سيبيني اريح دماغي شوية. مارد فين يا نصر؟ ما اعرفش يا سالم مارد فين. اتكلم يا نصر احسن لك، وديت مارد فين؟ قلت لك ما اعرفش يا سالم، ما اعرفش. ماسك لي بتاعتي ليه؟ هتضربني تاني يعني؟ هو ده اللي هيخليك تتكلم. وديت مارد فين يا نصر؟ يا سالم ما اعرفش اذا كنت عايز تضرب اضرب يا اخي. وديته فين بقول لك؟ ما ضربتش ليه؟ عشان وصيت ابوك الله يرحمه قبل ما يموت وصاني على مارد وعليك، عشان كده مش قادر اضربك. ما انت ضربتني في البار ولا انت ناسي؟ عشان ساعتها ما كنتش اخويا، ماسك لي ازازه وعايز تضربني بيها. اتكلم يا نصر اتكلم احسن لك بقول لك. ما اعرفش يا سالم ما اعرفش. كده ماشي يا عم نصر، انا هعرف ازاي اخليك تتكلم. انا مستعد اضيع عليه عمري يا عم غلاب، كان اللي حاسس في نفسي انه رفع الازاز عليا كانه ضربني بالظبط. كان سكران يا ريس سالم، الخمره بتلحس المخ. نصر ابن حلال بس طشه بقى. معلش ربنا يقدرني واشوف لي مشكلته حل. هو لسه ما اتكلمش؟ لسه ما اتكلمش، لما يروح فين؟ اكيد هيتكلم، لسه النهار طويل والليل كمان. انت هتسيبه كده من غير اكل ولا ميه؟ لا حضري له الاكل، بس هفضل حابسه كده من غير شرب. ليه؟ هو في شرب غير بتاعنا؟ أنا مش قصدي مية، أنا قصدي الخمرة اللي بيدفعها. أكيد لما يجي معاد الخمرة والبرشام وما يلاقيهمش هيتكلم. أكيد هيتكلم. إيه؟ إزاي المزاج دلوقتي يا عم نصر؟ خد لك كاس ويسكي ولا برشامة؟ فك يا سالم. فكني أبوس رجلك. وديت مارد فين؟ سالم فكني، أنا أخوك يا سالم فكني. أنا هفكك بس بعد ما تقول لي وديت مارد فين. طب فكني الأول، فكني الأول وأنا أقول لك. قول لي الأول وأنا أسيب لك الإزازة والبرشام. أنت وديت مارد فين؟ ها؟ أنا شايف نصر بتاعكوا ده عيل وممكن يوديكوا في داهية. نصر ده أخو مراتي والصغير ده بستين راجل زيك. ما هي المصايب ما تجيش إلا من الحبايب. بقول لك إيه، أنت تاخد حقك وبس، عايز تقبض نقبضك. الكلام ده إمتى؟ كلها ثلاث ساعات والطيارة تشحن مارد وجيوبنا تزغرط بالفلوس. حلاوتك يا مارد. أوعى تكون بتكذب عليا يا نصر. ورحمة أبويا ما بكذب عليك يا سالم. ايه ده يا سالم بتعمل ايه؟ يا سم وحرام
ادي لاخويا السم بايديا. ايوه بس انت قلت لي اديك من ده بس، خد لك واحده. واللي انا هقوله لك دلوقتي تسمعه كويس. قول لي العنوان فين اللي مخبيين فيه مارد؟ اخاف اقول لك يا سالم، دول عالم مقطيع وجايز يضروك. هم مين دول؟ صلاح وزوجتك وشلة مقطيع معاه سيطروا عليا بالهباب اللي انا فيه دوت، فكتبت لهم شيكات وفي الاخر اديتهم مارد. العنوان فين اللي مخبيين فيه مارد؟ ها؟ يا عم غلاب جيت في وقتك. ايوه اسمع العنوان ده كويس. قول يا ناصر. العنوان حدائق القبه محطه الجراج، جراج السعاده. تبلغ البوليس بعد ما امشي على طول، انا رايح اجيب مارد. يلا رايح فين انت؟ لازم اجي معاك يا سالم، دول عالم مقطيع، لازم نبقى بعض مع بعض، لازم احميك يا سالم. ماشي. محطه السعاده كوبري الجراج القب محطه السعاده. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا فندم. وانت اتفضل معانا. اتفضل يا فندم. الحمد لله اللي جت لحد كده. خد لك واحده من دول. ايه يا سالم ده؟ خد لك واحده عشان بعد كده تبقى تشتريه من الاجزخانه. هو ده بيتباع في الاجزخانات؟ انا طول الوقت بدي لك اسبرين. ليله اوديك للدكتور عشان يعالجك. وبعد ما يتعالج نجوزه. مش قبل ما يخف يا بابا، وانا اللي هعالجه. يبقى مش هيخف.